ننتقل إلى سودان تريبيون، ومنها نقرأ مدعي الجنائية: الأشهر الأخيرة شهدت تراجعا في تعاون الحكومة السودانية. شكى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الأربعاء من تراجع كبير في التعاون بين مكتبه والسلطات السودانية خلال الأشهر القليلة الماضية، قائلا إنها تجاهلت طلبات عديدة من المحكمة. قال خان في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم يوم الأربعاء: كنت صريحا مع مجلس الأمن الدولي في تقريري الأخير، وأبلغتهم بأنه حدث تراجع كبير في التعاون مع الحكومة السودانية، كشف عن رفض السلطات في السودان طلبا للوصول لبعض الأرشفة المتعلقة بالجيش، وأوضح أنه نقل للبرهان ضرورة أن تنفذ أوامر القبض في مواجهة البشير لضمان تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب. وأضاف: لم نأتي إلى السودان كسياح وتجار، ونحن حريصون على تحقيق العدالة، وأولوياتي هي تحسين هذا الملف. كشف المسؤول الدولي عن تلقيه تطمينات من رئيس مجلس السيد عبد الفتاح البرهان بالاستجابة لكل طلباته، وأكد جديتهم في تحقيق العدالة لأهل دارفور. علاقة بين الحكومة والمحكمة الجنائية الدولية، هل يمكن أن تتجه إلى مربع جديد؟ هي فعلا اتجهت، والدليل التصريحات اللي قالها خان. خان أكد على أنه هنالك تراجع كبير في التعاون، وأيضا قال في جلسة الإحاطة أمام مجلس الأمن، وهذه هي المرة الأولى، قال أنه الحقيقة المجردة هي أنه كابوس آلاف السكان من دارفور فيما يتعلق بالعدالة وصفوا بالكابوس. ولكن التطور الجديد في ده أنه 13 دولة من أعضاء مجلس الأمن ودي الأعضاء في نظام روما الأساسي دعوا الحكومة السودانية للتعاون مع المحكمة الجنائية. أيضا هنالك تطور، الناشطين، أنا طلعت على تصريح للمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ صالح محمود، وصف فيه أنه التراجع ده مؤشر خطير في للتعاون ما بين المحكمة الجنائية والحكومة السودانية. أيضا تنسيقية معسكرات النازحين واللاجئين لمعسكر كلمة والحصحيصة والحميدية دفعوا بوثائق في زيارة الأخيرة لخان بتحوي أسماء لناس متورطين في الجرائم بتاعت التطهير العرقي. ولكن التطور الرابع والمهم هو أن وزارة العدل أصدرت تصريح قالت إنها ما تلقت أي طلب لمقابلة المدعوين. تاريخي إذا رجعنا لورا شوية، العلاقة بين المحكمة الجنائية والحكومة كانت في فبراير وفي أكتوبر الماضي من 2021 كان في تعاون كبير، ولكن واضح أنه ما في عدم تعاون. النقطة الأخيرة في ده، مجلس أمناء هيئة محامي دارفور طلع تصريح اليوم، أنا طلعت عليه، هذا التصريح دعا لاجتماع استثنائي عشان ما يبحث نتائج زيارة خان للسودان. خان قال في تقرير اليوم عرضناه في فقرة الصفحات الداخلية، قال إنه كان هناك تعاون بشأن حقوق الضحايا أم لا، فقد أوضحت لبرهان أن هناك أوامر قبض يجب تنفيذها، وأن ميثاق روما ينص على عدم ترك من في السلطة ليقتل ويدمر ويذهب من دون حساب، وأن من أولوياتي تسريع هذا الملف. هل نفهم أن السلطة القائمة الآن لا تريد تسليم المتهمين للجنائية؟ هو من خلال الردود والنفي من وزارة العدل وتصريح خان إنه هنالك تراجع كبير، واضح جدا ما في تعاون، واضح جدا من خلال هذا التصريح. لا، هم دايرين يسلموهم والله ما في تعاون. ما هو التعاون ده، أنت التسليم طوالي ده ما زول مطالبه والمحكمة يتسلموا طوالي للمحكمة. فلذلك الاجتماع الاستثنائي اللي وصفته هيئة محامي دارفور مجلس الأمناء ليه عشان ما يبحث في النتائج دي، ومن بين تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية. وكذلك يجب النظر بعناية للدعوة اللي قدمت بها 13 دولة من أعضاء مجلس الأمن، وخاصة التصريح ده كان لممثل المكسيك في مجلس الأمن إنهم دعوا الحكومة السودانية للتعاون. فلذلك دي واحدة من النقاط اللي حيكون فيها تباين في خلال المرحلة القريبة العاجلة. نعم، في الخبر ذكر المدعي العام أنه قال: لم نأتي سواحا للسودان، وإنما لتحقيق العدالة، قال ما جينا كسياح أو تجار، وإنما أتينا لتحقيق العدالة. لمن يوجه هذه الرسائل؟ يوجهها للحكومة، وإنه لم نأتي سياح ولا تجار، واضح جدا أنه في تشكيك في المصداقية، وإنه ما في تعاون، ولذلك ده مربع جديد
من الخلاف ما بين المحكمة الجنائية والحكومة السودانية. وزي ما قلت لك التصريح بتاع وزارة العدل أكدت تعاونها، وإنها قالت لم نتلقى طلب للمقابلة أصلا. طيب لنأخذ الملف برمته الآن. الآن هو مدعي المحكمة الجنائية يتحدث على أنه لا يوجد تعاون. الحكومة فيها مكونين، مكون عسكري ومكون متعلق بالتوافق الوطني أو قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني أو قوى الحركات والكفاح المسلح. هل الآن حركات الكفاح المسلح تراجعت عن البند الموجود في اتفاقية سلام جوبا وهو تسليم المطلوبين المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بملف دارفور؟ لا، هي لم تتراجع حركات رفاق الكفاح المسلح، وهنالك لكنها موجودة في السلطة القائمة الآن. نعم، التي لا تتعاون هي معنا. هي نعم موجودة في السلطة، ولكن المحك لمصداقية رفاق الكفاح المسلح إنه نقول رأيهم في الكلام اللي قاله خان. وحسنا فعلت مجلس أمناء هيئة محامي دارفور إنها دعت لاجتماع استثنائي. أنا أعتقد أو كنت أتصور مثلك كصحفي ومراقب إنه ممثلي الحركات المسلحة في ظل التباين بتاع عدم وضوح الرؤية بشأن التعاون مع المحكمة الجنائية يطلعوا يقولوا تصريح إذا كان حركة العدل والمساواة كل الرفاق الكفاح المسلح الموجودين في الليلة في الحكومة. ما علقوا أي تعليق حتى الآن؟ لا، أنا لم أجد أي تعليق، بل من المكونات في دارفور اطلعت للأمانة والتاريخ على بيان هيئة محامي دارفور إنهم دعوا لاجتماع طارئ وعاجل. وأيضا اطلعت على تصريح للناشط والمدافع عن حقوق الإنسان الدكتور صالح محمود. هل يمكن أن يكون حركات الكفاح المسلح وافقت على هذا المبدأ في عدم تسليم الجنة؟ لم نطلع على رايون، فلذلك عشان ما يتم سياق الأحداث ما ممكن يقول عشان ما يتم تصنيفهم في سياق الأحداث يجب عليهم أن يطلعوا للرأي العام ويقولوا رايون بشأن هذه الزيارة. المعسكرات في دارفور سلمت قائمة بالوثائق فيها المتورطين، هيئة محامي دارفور كمكون مدني قال رأيه. إذن الناس الفاعلين الآخرين اللي هم الحركات المسلحة يجب عليهم عشان ما يتم دمغهم واتهامهم بأنهم متماهين مع الحكومة يجب أن يطلعوا في مؤتمر صحفي أو تصريحات.